السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج فيولكس بتاع الانرجي اند اندور كلايمت فيجواليزر. طيب خلينا نفتح التطبيق. هي الواجهة بتاعت سهلة الاستخدام، بنمشي معاها خطوة خطوة. هنا بيتكلم على الجيومتري بتاع المبنى، هل السلوب سيلينج ولا فلات سيلينج، وهل عندي الستوري سنجل فاميلي هاوس ولا عندي الروف سبيس الشكل دوت. فانت بتختار الشكل المناسب ليك والسايز، هتختار اني سايز، والبيلدنج لوكيشن هتختار البيلدنج موجود فين، تمام، والاورجانيزيشن هتقول مثلا نورث ويست زي ما انت عايز الشكل دوت. البلد، طيب بدل عندنا ايجيبت اهيت، ولما اخترت ايجيبت جاب لي كايرو. طيب بعد كده هنخش بقى على الكونستراكشن، ممكن تلغي او تشغل السيكنس، وممكن نخش بعد كده على الكونستراكشن ان الاكسترنال وول هتبقى معموله ازاي، اليو فاليو بتاعتها، الروف كونستراكشن، الاكسترنال فلور كونستراكشن. بعد كده تدخل بقى على الويندوز والدور، ممكن تقول له اد نيو ويندو وتبدا تديله الويندوز بتاعتك، هل هي في الروف ولا في الفساد، والويندو دور هل هي فلات روف ويندو ولا توب ولا كاستم روف ويندو ولا اكستراكت دكت. وساعتها يسألك عن السايز، ويسألك عن البين، ويسألك عن الاكسسوري. طيب ممكن تشوف بقى الهيلب بتاع 3D فيو، الهيتنج اند كولينج، نمبر اوف بيبل، كم عدد الاشخاص اللي موجودين هنا، والسكادول هيشتغلوا كم ساعة، الويك داي مثلا اشتغلوا نوت ات هوم، ممكن تقول له مورنينج. الهيتنج اند كولينج سيستم، الهيتنج سيت بوينت، والبيرفد ماكس سمر، والانترنال اند اكسترنال سن. وبعد كده الفنتليشن، يوز اوبنبل ويندوز، يوز اوبنبل ويندوز فور نايت كولينج، والفنتليشن حسب الكاتيجوري بقى اللي انت عايزها. Start simulation وبعد كده الريزولت. هنا بقى ممكن تديله المعلومات المشروع والكاستم والحاجات دي كلها، وممكن تقول انا عايز ادفانسد، تقول مثلا عايز اللايت، عايز الناتشرال، عايز سيرفيس، بس ده طبعا هياخد وقت اكتر، وتقول له ستارت سيموليشن. فبيبدأ يحلل بقى الاندور تمبريتشر، درجة الحرارة الخارجية، او الدور تمبريتشر والفنتليشن. فبتلاقيه بيحسبها يوم يوم وساعة ساعة ودقيقة دقيقة وثانية ثانية كل حاجة. ده في الرن تايم مسج اللوج ويندو. بعد كده ممكن تقول له animation of result. طيب تعالى بقى نشوف، ممكن نقول له generate result report، فبيبدأ يعمل لك الريبورت اهوت. فبيبدأ يجيب لي الريبورت بالشكل دوت، فنتليشن وثيرمال كومفورت وكل الحاجات ديت موجودة هنا، وتقدر تشوف ال فنتليشن بالشكل دوت، كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها. وممكن تقول له انا عايز اشوف ريبورت اهوت، او تقول له ادفانسد ريزولت، فيبدا يجيب لك النتيجه. ده الاندور كلايمت فيجواليز، تبدا تقول له ظهر لي كل حاجه، فيبدا يظهرهم لك بالشكل ده. الادفانسد بقى كل دول يبدا يظهرهم لك.
ممكن تسيبهم يوم بيوم بالشكل دوت. طيب ايه الحاجات ديت؟ الحاجات دي لو انت عايز تاخد سيكشن في المبنى فبتقول انا عايز اخد سيكشن الناحية دي الناحية دي، لو عايز تاخد السيكشن بتدوس عليه تاني فبيلغي لك السيكشن. طيب بعد كده ممكن من فايل تقول له نيو او اوبن او سيف المشروع. من اوبشن ممكن تغير اللغة الايطالي او الروسي او الالماني او الفرنساوي، هنا ممكن ترتب لو عندك اكتر من نافذة، وهنا ممكن تشوف الشرح.